لو الحكاية فيها إن فيتو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بدأت نشأتي في القرية، حيث يعني أنا مواليد قرية قلهانة مركز إدصة محافظة الفيوم. حفظت القرآن الكريم وأنا في سن التاسعة، عندي 9 سنين. والدي رحمة الله عليه هو من قام يعني بتحفيز القرآن. اكتشاف موهبة القراءة بقى اللي هي الصوت بدأت في المعهد الأزهري اللي هو الابتدائي. كان المعهد ده في البلد، كانت أول دفعة فيه يعني ساعة ما اتبنى، يعني كان في سنة 86 على ما أعتقد. طبعا في الطابور الصباح كانوا بيطلعوني أقرأ، بس طبعا كان صوتي بقى مسرسع كده ولسه عيل صغير. فيعني من يومها الحمد لله يعني بدا الناس بتشجيعي سواء من المدرسين او محفظين القران، والدي رحمه الله عليه، الجيران، الاحباب، وهكذا يعني الى الحمد لله رب العالمين. دي قصه نشاتي. اتممت حفظ القران هو عمرك كم سنة؟ في سن التاسعة. تسع سنين. هل حضرتك الوحيد اللي في الأسرة ولا؟ لا، لي أخ أصغر مني يحفظ القرآن برضه الحمد لله. أبو التحقق بالإذاعة كان إزاي؟ والله التحقق بالإذاعة جاء يعني أنا في يوم من الأيام وجدت أحد المذيعين كان استمعني في حفلة، فأخذ مني كارت في رقم التليفون. بعدها بمدة لقيته بيتصل عليا بيقول لي مليني بياناتك. حاضر، مليته بياناتي. قال لي انت عندك اختبار في الاذاعه الخميس اللي بعد الجاي على طول كده. طب يا استاذنا يعني طب عرفني قبلها مثلا عندي استعداد كده يعني. قال لي انت عندك اختبار الخميس اللي بعد الجاي على طول. قلت له ان شاء الله يعني الحمد لله تقدمت للإذاعة واختبرت. طبعا اختبار الصوت بيبقى هي يعني طريقة الاختبار بيبقى اللجنة بتختبر القارئ في الصوت أولا، ويقرأ مثلا ما تيسر، بيسمع الصوت عامل إيه، أداؤه كويس، صوته مفهوش نشاز كده يعني. فالحمد لله اجتزت الاختبار الأول. بعد كده اختبار القرآن ده كان يعني كان الحمد لله رب العالمين، كان في الاختبار في القرآن وفي أحكام التلاوة، أحكام التجويد. بعد ذلك بنبدأ بتسجيل ما يسمى بنصف ساعة للحكم. خلاص هو سمع صوته وسمع حفظه أو اختبره في مدى حفظه. بعد كده بيختبروا بقى أنه بيقرأ تلاوة طويلة عشان يشوف هو أداؤه في أول التلاوة زي آخرها ولا بيختلف، ولا بيبقى فيه يعني بيبدأ مثلا في بداية التلاوة حاجة وبعد كده لما بيستمر حاجة تانية. يعني زي فضيلة مولانا الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه، كان لما يجي يبدأ التلاوة تحس إنه إيه الراجل ده هيقول إيه، هو يعني لما يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول إيه ده الراجل ده هيقول إيه، وبعد تلت ساعة ولا نص ساعة تلاقيه جايب الجواب من منين ما تعرفش. فهو بيختبر فيه ده، بيقرأ تلاوة مثلا طويلة نصف ساعة بحيث ان هو ممكن بعد يعني ممكن في ناس بعد التلت ساعة تلاقي صوته أجهد، بيشوف تنقلاته ما بين المقامات. يعني هل هو هينشز في التلاوة، هل هو ماشي مظبوط بينقل صح. ولذلك موجود في لجنة التحكيم أو في لجنة الاختبار موجود خبير في الأصوات أو في المقامات الموسيقية. بعد ذلك بعد النصف ساعة الحكم يعرض على اللجنة وتسمعه، يعرض النصف ساعة على اللجنة وتسمعه، وبعد ذلك يتم تسجيل ربع ساعة، مش يعني مش ربع ساعة مرة واحدة، لا بيسجل حوالي 5 مرات.
او اربع مرات ده عقب التحقق بالزعل. اه خلاص هو لا دي كلها فتره اختبارات تعتبر اختبارات. اه الربع ساعه بقى اللي بيبدا يسجل فيها هو ده اللي هيتزع اول حاجه. بعد كده بيسجل كام نص حوالي ثلاث مرات نصف ساعه او اربع مرات. بعد ما يقعد ده كله بعد ما يقعد على اللجنه يبدا يزاع لي ربع ساعه في اوقات مثلا يعني في بعد صلاه الفجر الساعه واحدة ونص بالليل. تمام بعد ذلك بيبدا يسجل امسيات بعد ذلك بيطلع ايه على الهواء مباشره في الاذاعات الخارجيه اللي هي احتفالات وليها صلاه الفجر وصلاه الجمعه. يعني في ناس خدت في الفتره دي انا اعرف ناس يعني قعدوا يسجلوا مثلا في الربع ساعه ده او في نص ساعه في ناس قعدت ما يقارب من 10 12 ساعه. صحيح فعلا يعني انا لا اعرف السبب هو هل هو اهماله يعني ممكن يكون هو اللي خلاص هو امتحن نص ساعه الحكم ونجح وزعوا له ربع ساعه هو ممكن يعني ايه يقول لك خلاص انا كده لحد كده كويس او ينشغل بحاجه او يسافر بره البلد وبعد ما بيجي بيبدا يفكر ان هو يلتحق تاني ان هو يبدا يكمل تسجيل تاني. وفي ناس بتقعد يعني فترات طويله. صحيح الحمد لله رب العالمين الفتره دي خدت معايا 6 شهور بفضل الله يعني الحمد لله الفتره قليله جدا. آه. يعني صحيح. كانت اقصر مده لاي قارئ التحق ده صحيح في المده يعني التحق حضرتك بالاذاعه كان صدفه يعتبر صدفه. ايه هم القراء يا مولانا اللي تاثرت بيهم او كنت مهتم بالاستماع لي؟ والله انا يعني اول ما طرق اول صوت طرق اذني كان صوت الشيخ محمد رفعت. طبعا كنا اولاد صغار ما بنسمع مثلا الشيخ محمد رفعت ده في الراديو في الصبح تقريبا اول ما طرق في الاذاعه المصريه الشيخ محمد رفعت. اه طبعا في البدايه كان رافض هو كان رافض اه لا كان رافض ان هو يقرا اساسا يعني هو كان رافض ان هو ايه يقرا في حاجه اسمها ميكروفون لغايه ما جابوا له فتوى من الازهر ان ده انت كده بتنشر القران يعني المفروض ان انت ربنا هيجازيك خير يعني على اللي عمل ده. كان تقريبا سوره ان فتحنا لك فتحا مبينا كانت اول ايه تلاها في الشيخ محمد رفعت في الاذاعه المصريه. مش متذكر بالظبط هي ايه التلاوه الايات القرانيه اللي بيتلوها الشيخ رفعت هي سوره مريم. كانت دايما الاذاعه المصريه تردد سوره مريم على لسان اه لا في تلاوات كتير للشيخ محمد رفعت وفي في الفتره الاخيره يعني في الاسبوع اللي فات او في يعني في من مده قريبه كده اسرته اهدت الاذاعه ما يقارب من يعني ما اعرفش 30 ساعه او حاجه يعني من فتره قريبه خالص يعني لسه ما اتذاعتش كمان. فلا ده الشيخ محمد رفعت ما شاء الله يعني ليه تسجيلات وبعدين كان 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 رجل يقرا احسبه يخشى الله. صحيح بس ما اقدرش اقول اكتر من كده. دور الكتاب ده بالنسبه للشيخ محمد رفعت هل حضرتك تاثرت بقراء اخرين غير الشيخ رفعت ويمكن انتهكت مدرستهم؟ اكيد في زي في الشيخ مصطفى اسماعيل كان يعني دي المدرسه الاساسيه اللي حضرتك نهلت منها ده الاساسيه. بعد كده تقارب خامه الصوت من الشيخ شعبان الصياد مما دعا الناس الى انهم يعني ايه ظنوا اني يعني اقلد الشيخ شعبان. انا شرف ليا طبعا ان انا ابقى في مدرسه الشيخ شعبان الصياد ولكن هي ما كانتش دي المدرسه الاساسيه بتاعتي اللي انا يعني اللي انا سمعتها اللي انا اتربيت عليها ولكن اقدر اقول ان الشيخ شعبان نفسه كان واخد من الشيخ مصطفى اسماعيل. يعني الشيخ شعبان هو نفسه كان واخد من الشيخ مصطفى اسماعيل برضه ولكن على اختلاف طبعا طبقات الصوت على اختلاف الاداء دي حاجات ما يعرفهاش الا الناس اللي هي يعني اللي فعلا له في المجال بس بيؤخذ على كثير من القراء فكره التقليد يعني حتى الدكتور احمد المعصراوي بتاع الثار اكيد كان بيتكلم في اكثر من مره حوالين فكره التقليد دي كانت مشكله قابلت ناس كتير في الاذاعه كمان في الاختبارات
صحيح. يعني لحد النهارده في ناس دي مشكله بتقابلهم ان هو بيقلد، ان هو جاي يقلد بحت، تقليد بحت، وده ما ينفعش. يعني يعني ده عامل زي ايه يعني؟ لا يعني لا هو اللي جاب اللي بيقلده تيبيكال تمام، ولا هو اللي ثبت شخصيه نفسه، يعني هو وقف في النص. صحيح. ده في شخصيه الاخرين او يعني يعني هو هو ما حصلش الشخصيه اللي هو بيقلدها، وفي نفس الوقت ما اثبتش نفس الشخصيه ان هو يقال عليه فلان. يعني حتى ولو ان هو مثلا ولو كانت قليله المعرفه ان الناس مش عارفاها كتير، بس برضو اسمها شخصيتك. يعني انا ممكن اكون انا طه تمام، ممكن ما يعرفنيش الا 10 15 واحد، بس عارفين ان انا طه. يعني صحيح. مش بقول انا فلان يعني وانتحل شخصيه واحد تاني عشان الناس عشان الناس ناس كتير تعرفني. ما هي هتعرفني هتقول فلان اللي بيقلد فلان. صحيح صحيح. لا حضرتك كان حتى لو بنسمع مجرد الصوت في الاذاعه بنبقى عارفين ده شيخ طه. ده هو بفضل الله سبحانه وتعالى. لا ده حقيقه. الحمد لله. في قراء مشاهير جدا بيؤخذ عليهم فكره التقليد الصرف. يعني انا مش عايز اقول اسماء ما في ما انا بقول لحضرتك هنا. يعني هي بتبقى مشكله. هو ممكن يعني هو ممكن يكون حد شجعه على كده لما بدا، خلاص هي كبرت معاه. يعني ما حاولش ان هو يعني ايه يخرج من الشخصيه. يعني انا وانا صغير انا قلدت الشيخ شعبان، قلدت الشيخ مصطفى اسماعيل، قلدت الشيخ راغب، قلدت الشيخ سيد متولي، قلدت الشيخ يعني الشيخ ابو العينين، قلدت ناس كتير. صحيح. وممكن في تلاوه، يعني في تلاوه واحده بس كانت في وسط جمهور كده بسيط، كانت اول مره اروح البلد دي ورايح حفله كده يعني مجامله وقاعد في وسط الناس، كان في رمضان واحنا قاعدين نقرا كده من دندن. طب احنا عايزين نسمع الشيخ فلان على طول اروح. اي الشيخ محمد صديق من جاوب، واخد بال حضرتك؟ يعني ايه واحده قلتها لحوالي 5 قراء بس في الاخر رحت قايلها ليا انا بقى. واخد طب بالحضرتك. طب ما تسمعنا ايه ب قبل بس حاجه. بعض المشايخ الكبار كان بينصحوا ان علشان القارئ القران يجود بشكل احسن ويبقى افضل يدرس المقامات الموسيقيه، ومن ضمنهم يمكن الشيخ صديق المنشاوي كان دارس، او محمود صديق المنشاوي كان دارس مقامات موسيقيه، وقال ده من الاهميه المكان ان ندرس ده. هل حضرتك فعلا شايف ده مهم؟ وهل حضرتك فعلا درست المقامات الموسيقيه؟ ده فعلا مهم، بس انا عايز اوضح حاجه. في ناس بتخلط ما بين المقامات الموسيقيه والموسيقى. المقامات الموسيقيه هذه شيء مبني على الصوت ذاته. ازاي؟ انا لما اكلم حضرتك بانفعال ده مقام صوتي، مقام في المقامات الموسيقيه. لما اكلم حضرتك بحزن ده مقام. لما اكلم حضرتك باهتمام ده مقام. لما اتكلم بفرحه ده مقام. لا انا اعني زي مقامات زي الصبا والمشاعر. يا فندم انا 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 هوصل يعني مع حضرتك واحده واحده، بس انا عايز اوصل حاجه معينه. في ناس بتخلط ما بين المقامات الموسيقيه كدراسه بالاله الموسيقيه وفي المقامات الموسيقيه كدراسه طبيعيه بالصوت. ان هو يعني انا دراسة المقامات الموسيقية للقارئ مفيدة جدا في ان هو يعرف هو بيقول ايه. اختبال حضرتك. ومفيدة جدا ان هو ما ينشز، يعني ممكن عشان ما يقولش ما يكونش شغال في مقام ويجيب عربة كده نشاز بيتبوظ معنى او يعني مش معنى الآية، لا هو بيتبوظ معاه الجملة اللي هو بيقولها او هيوصلها للناس ازاي. بتصل للاذان مش يعني لا تستزغها الاذان كمستمع ليها في جمله فيها نشاز. اما لو هو عنده درايه بالمقام خلاص هيبدا فيه كويس، وهو في يعني وفي النص كده هيقول فيه حاجات حلوه، وفي الاخر هيقفله حلو.